جينا لاخر لعبه معانا النهارده وهي لعبه قطع النفس الحقيقه يعني. عارفين كل واحد هيعمل ايه؟ هياخد البالونه وياخد الكوبايات ويحط الكوبايات ونشوف مين اسرع واحد هيلم الكوبايات بالبالونه. جاهزين؟ جاهزين. يلا استاذ محمد، يلا استاذ جينيسيس، كل واحد ياخد بالونته ويبتدي على طول. ريدي ستدي جو. من غير لا ما نمسكش البال. ايوه ما نمسكش بايدينا. ايوه برو جينيسيس ماشي عدليه. الله 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 الله. برافو اللي بقى ايه. ايوه ماشي نمسك البالونه بس ما نمسكش الكوبايه. والنبي شاطره وايه. ايوه انفخيها جوه. برافو محمد، برافو يا محمد، والله شطاره حلاوه طعامه لذاذه. بنفس الحته. اسرع بقى اسرع عشان نشوف مين اللي اسرع فيكو. اسرع. الفريق الاحمر ولا لا لا لا، الفريق الاحمر والفريق الاصفر. الفريق الاحمر والفريق الاصفر. احنا في نفس الليفل بالظبط، في نفس الليفل، في نفس الليفل. هل يا ترى يا هل ترى محمد هو اللي هيكسب النهارده ولا جينيسيس؟ يا ترى هنختم الفوز النهارده مع الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر؟ مش عارفين لانهم في نفس المستوى تقريبا، بس محمد بيتخطى بكوبايه واحده. بكوبايه واحده محمد بيمسك البالونه بايده. تكنيك برضو سهل وظريف. البالونه بس يا محمد، شيل الصباع ده. ايوه شايفاك مركزه انا بقى. ايوه ايوه برافو ماشي. ايوه جينيسيس ايه مش ممكن التركيز. برافو بسرعه يا جينيسيس، بسرعه يا جينيسيس. معلش يلا معلش يلا. طول ده بقى، ده طول بقى، دي مشاكل طول. فاضل كوبايتين عند محمد، فاضل كوبايتين عند محمد وثلاث كوبايات عند جينيسيس. بقت كوبايه عند محمد وثلاث كوبايات عند جينيسيس، كوباية عند محمد. وقد فاز محمد وكسب محمد في اللعبة دي. شطارة حلاوة طعامك. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة. الجزء الأول خلص بس لسه في جزء تاني. استنونا في الجزء التاني عشان عندنا لسه لعب ومفاجآت وتحديات تانية. باي باي.